أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إقامة الصلاة وحفظ الصلاة ودوامها إنما يدل على كون العبد مطيعا لربه، يدل على أن العبد عاشقا لمولاه، يدل على أن العبد حبيب قلبه سيده ومولاه رب العباد رب الأرباب جل جلاله. طوبى لمن عرف حقيقة الصلاة، واقع الصلاة، روح الصلاة، ولم يكتفي بظاهر الصلاة. اسمحوا لي، من باب الإنذار كان الرسول الأعظم نذيرا وبشيرا. اسمحوا لي من باب الإنذار، لأن روايات الصلاة وكل روايات أهل البيت فيها جانب إنذاري وتخويف، وفيها جانب رجائي وتبشير. فالمؤمن بين نورين، نور الخوف ونور الرجاء. لو وزن هذا على هذا لم يزدد هذا على هذا. فتارة نقرأ الروايات المبشرة والآيات المبشرة الرجائية عندما نكون في مناجاة الله، وأخرى نقرأ الآيات الخوفية والأحاديث الخوفية عندما يكون الإنسان غافلاً، لأن الشيطان عدونا. أقسم بعزة الله منذ اليوم الأول لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فوق المخلصين، مخلص ومخلص فرق بينهما. فلذا لابد أن نقرأ بعض الروايات لمن لا سامح الله من شبابنا، تجده يستخف بصلاته، يستخف بحق الله. في دعاء أبي حمزة الثمالي عن الإمام السجاد روحي فداه ماذا يقول؟ ما لي كلما أقول قد صلح سريرتي وقرب من مجالس التوابين، مجلسي عرضت لي بلية، عرضت نزلت بي بلية، اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اغفر لي الذنوب التي تبدل النعم، نعمة كانت لي أبدلت إلى نقمة، لماذا؟ مالي كلما أقول قد صلحت سريرتي قرب من مجالس التوابين، مجلسي عرضت لي بلية أزالت بها قدمي، كنت سائر إليك يا رب سالكا إليك في منازل السائرين، مقام العارفين، حالات المقربين، ولكن ماذا حدث؟ ماذا بدأ مما عدا؟ وإذا بي أزالت بها قدمي وحالت بيني وبين خدمتك، سيدي لعلك عن بابك طرد، سيدي لعلك عن بابك طردتني كما طردت الشيطان، أخرج فإنك رجيم، لأنه استكبر أبى واستكبر وكان من الكافرين، فأخرجته لعلك عن بابك طردتني، أو لعلك وجدتني مستخفا بحقك، أصلا حق الله، أو لعلك وجدتني مستخفا بحقك فأقصيتني أبعدتني، بدلا من أن أكون قريبا منك أبعدتني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الإمام الصادق روحي فداه قال: إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها، نصف الصلاة ترفع ونصفها تبقى في الأرض. الصلاة معراجية، الصلاة سماوية، الصلاة روحية، ونفخت فيه من روحي من الملأ الأعلى. الصلاة لابد أن تصعد إلى السماء، إلى عرش الله في حضرة الله، تقف الصلاة في حضرة الله، تسجد الصلاة في حضرة الله، وإنما تسجد صلاتك بسجودك، أنت الذي تسجد فصلاتك تسجد، وإليه يصعد الكلم، وإليه يرفع العمل الصالح. العمل الصالح، الصلاة سيدة الأعمال الصالحة، إنما يرفع هذا العمل الصالح برفع الفاعل، لأنه العمل الصالح معلول
ولكل معلول علته، فالعمل الصالح يرفع، يعني الفاعل يرفع، العامل يرفع، العلة ترفع. فأنت الذي ترفع، اقرأ ورقة في درجات من العلا لصلاتك. فقال: إن العبد ليرفع له من صلاة نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها. واحد من خمسة تقبل من صلاة، يعني أربعة لا تقبل. وما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه، هاي صلاة القلبية. إنما يقبل من صلاتك ما تقبل عليه بقلبك، بحضور قلبي، كما تتكلم مع شخص وتتوجه إليه بكل جوارحك. إذا تكلمت مع مرجع التقليد، هل تغفل؟ أبدا. مرجع تقليدك، تحضر بخدمته، تفوز بلقائه، ويفسح لك المجال أن تتكلم معه، فتجد كلك تكون أذنا له وكلك تكون لسانا له، بكل وجودك تخاطبه وبكل وجودك تسمع منه. كذلك مع رب العالمين بلا تشبيه، لا قياس بالله، لا يقاس بالله أحد. وما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها من الصلاة بقلبه. وإنما أمر بالنوافل، لأن الإنسان ربما يخل بالفرائض في ركوعها وسجودها، فعند ذلك إكمال ذلك بالنوافل بالمستحبات. لذا تجد الفرائض فيها نوافل، نوافل الظهر، نوافل العصر، نوافل الليل، نافلة الصبح، نوافل المغرب، نافلة العشاء، والنوافل المستحبة الأخرى، هذه كلها مكملات النواقص في الفرائض. وإذا كانت النوافل هي ناقصة تكمل بسجدة الشكر، كل نقص يكمل بكامل. فسجدة الشكر تشكر الله سبحانه وتعالى يكون جبران لنقصك في النوافل، وتصلي النوافل يكون جبران لنقصك في الفرائض. وإنما أمروا بالنوافل لتتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة، ما نقصوا من الفريضة. عن زرار عن أبي جعفر الإمام الباقر روحه فداه قال: إنما جعلت النافلة ليتم بها ما يفسد من الفريضة. اسمعوني، حديث خطير جدا. عن مسعد ابن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل شخص يسأل الإمام: ما بال الزاني، لا تسميه كافرا، من يزني بامرأة أجنبية، وأنه إذا ثبت زناه فإنه يرجم أو أنه يعاقب بعقاب آخر فيما إذا كان محسنا أو غير محسن؟ فحينئذ ما بال الزاني، لا تسميه كافرا، وتارك الصلاة قد تسميه كافرا، ما الحجة في ذلك؟ ما الدليل في ذلك؟ من لم يصلي ذنبه أكبر وأكبر وأكبر من الزاني، لأن الزاني لا يكون كافرا، أما الذي لا يصلي ترك صلاته يكون كافرا. فيسأل الإمام: ما الحجة؟ ما الدليل؟ الحجة يعني الدليل، ما دليلنا على ذلك؟ أنه أسمي من يترك الصلاة كافرا ومن يزني لا أسميه كافرا. اسمع الإمام ماذا يجيب، جواب منطقي سليم إلهي. قال: لأن الزاني وما أشبه، زاني سارق يأكل مال الناس، لأن الزاني وما أشبه إنما يعمل ذلك لمكان الشهوة، لأنها تغلب شهوة جنسية غلبته فيزني والعياذ بالله، يزني والعياذ بالله، لأنه شهوة غلبته، لم يتمكن من أن يردع نفسه، من أن يتقي الله في الخلوات، وإذا به زنى في خلوته والعياذ بالله، فيكون ذلك عن شهوة. إنما يعمل ذلك لمكان الشهوة الجنسية، لأنها تغلبه، عقلي مغلوب وهوائي غالب. ولكن تارك الصلاة، أي شهوة في ترك صلاته؟ وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها، يستخف بصلاته، يعني يستخف برب الصلاة، يستخف بالله المعطي كل شيء، الواهب كل شيء. الله أعطاه القوة التي الآن يشتغل بها، أعطاه القوة والعقل الذي الآن يتمتع بها، يلعب الكرة بها،
لاعب الكرة من الذي أعطاه القوة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي أنت لاعب الكرة عليك أن تقوم عند صلاتك، عند إقامة الصلاة، ولا تستخف بصلاتك، وقس على هذا باب فعلل وتفعلل. إنما ضربت مثال بلاعب الكرة تبادل إلى ذهني هذا المعنى، وذلك لأنك لا تجد الزاني الذي يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لإتيانه إياه، ولو لذة شيطانية، ولو لذة دقائق ربع ساعة، ليس إلا يستلذ بها لإتيانها إياها قاصدا إليها على هذه اللذة المحرمة. لكن من ترك الصلاة، وكل من ترك، كل على نحو الموجب الكلي، يعني كل أحد عندما يترك الصلاة، وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها، لا لعلة لا لعذر، قاصدا لتركها، أنه لا أصلي. شو الصلاة؟ الصلاة تركع وتسجد، على أي أساس؟ ألعب رياضة أفضل مما أنه أركع وأسجد. يلعب رياضة. عندما يقول وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها، فليس يكون قصده لتركها اللذة، لا يستلذ بذلك. فإذا انتفت اللذة وقع الاستخفاف، يكون حينئذ مستخفا بالله، مستخفا بصلاته. وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر. من يستخف بالله هذا يكون مؤمن؟ مستحيل، هذا يكون كافر، كفر بالله، استخف بالله، استخف بحق الله. الله 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 بصلاتنا، الله الله بالصلاة، فإن عمود دينكم إن قبلت قبل ما سواها. الصلاة الصلاة، قم، حان وقت الصلاة، قم فصلي، قم وتب واستغفر الله وقل إلهي عفوك عفوك، إلهي جئتك نادما مستغفرا، تركت الصلاة جهلا سفاهة، والآن تبت عن جهالة عن سفاهة، فاقبل توبتي، وإن الله باب التوبة مفتوح دائما يقبل توبة التائبين. توبوا إلى الله، توبوا إلى بارئكم واستغفروه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.